قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول وخروج فلسطيني 48 من وإلى جنين، سواء كان الدخول مشيا على الأقدام أو من خلال المركبات. وفقا لقرارات أصدرها وزير الدفاع الإسرائيلي، سيمنع التجار الفلسطينيون من الدخول إلى أراضي الداخل المحتلة عام 48، كما ستمنع الزيارات العائلية ممن لديهم تصريح، وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصاد جنين التي يقصدها فلسطينيو الداخل لشراء احتياجاتهم اليومية. وقد حذر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات للعرب الاحتلال الإسرائيلية من أن التصعيد في القدس والضفة قد يؤدي إلى دخول فصائل المقاومة في غزة على خط الرد والمواجهة المفتوحة مع قوات الاحتلال. موقفنا واضح، أي عدوان إسرائيلي سنكون شركاء في الرد عليه. شكل المواجهة يحدده الميدان ويحدده تقدير القيادة، قيادة كتائب القسام بشكل الرد. الميدان كلما زاد التصعيد كلما زادت فرص انخراط أوسع وأكثر، وأنا أقول هنا ليس الأمر مقصورا ولن يكون مقصورا على الرد من غزة، بل إن هذا الأمر سيتعلق بكل الواقع الفلسطيني. هذه واحدة. الثانية، طبيعة التصعيد لدى كتائب القسام سيناريوهات واضحة لمساحة ومواقع التصعيد إذا ما تطور العدوان الإسرائيلي. معنا من جنين أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات. سيد عوض، الآن بعد فشل الاقتحام الإسرائيلي اليوم، إلى أين تمضي الأمور برأيك؟ إذا بقت الأمور على ما هي عليه، بهذا الغباء الإسرائيلي، بهذا الارتباك الإسرائيلي، بلغة الجنون الإسرائيلي، إلى التصعيد الكامل. إسرائيل المحتلة لا ترى نتيجة أفعالها، ولا تحاسب نفسها، ولا تراجع نفسها، وتعتقد أنه الشعب الفلسطيني ليس شعبا، هو ما قبل الدولة، مجرد قبائل، مجرد أفراد، ميليشيات، سميها ما شئت. وبالتالي لا تراجع خطواتها، تعتقد أنه الحل الأمني هو الحل النهائي، وأنه يعني فهلوة المحتل أنه القوة ثم المزيد من القوة ثم المزيد من القوة، إذا لم تنجح القوة. هذا الأمر من 70 سنة لم ينجح، من 52 سنة لم ينجح، من 20 سنة لم ينجح، وإسرائيل لا تراجع نفسها. وبالتالي عمليا لغة القوة، تفكير بالبطن، الانتقام، الثأر، الاعتماد على ميليشيات وقوات خارج القانون. عمليا إسرائيل تنحدر كدولة، تنحدر بالمستوى، بالفكر، بالأداء، بالقيادة، تنحدر حتى في الرؤية، حتى في اللغة، أصبحت حتى لغتها مجنونة. وبالتالي أنا برأيي أنه يعني إحنا رايحين للتصعيد، أو أنه إحنا رايحين للحظة الحقيقة، لحظة الحقيقة أنه إحنا شعب تحت احتلال، إسرائيل دولة محتلة، ولن يمكن لها أن تكون دولة تنوير ولا ليبرالية ولا نيوليبرالية ولا بطيخ، عمليا هي دولة احتلال. هذه لحظة الحقيقة، لحظة الحقيقة أنها تريد أن تفككنا، أن تمنع علينا أن نتنفس، أن نحلم بحرية. بصراحة شديدة جدا جدا، على جملة بسيطة، عمليا نحن نذل يوميا، وهذا الذل اليومي، على فكرة الذل هذا معنوي ومادي وبشكل مذهل، من إهانة الأقصى لإهانة الطفل لقتل البني آدم. بالتالي إسرائيل عليها أن تراجع. إزاء ذلك أستاذ أحمد رفيق عوض، إزاء هذا الوضع، ما الخيارات أو ما الواجبات الفلسطينية اليوم؟ الواجبات الفلسطينية، على فكرة إحنا قاعدين جمهورا وفصائلا ونخبا ومقاومين، في معادلات جديدة بتنحط على الأرض وتشوف على الطريقة الفلسطينية، في شيء بيضمحل وفي شيء بيطلع، والأدوات تتغير وطريقة الأداء تتغير. الآن السلاح أصبح شيء يومي، واقع يومي. إذا هذا معادلة السلاح مش بس في جنين، في أطوار أخرى. إسرائيل دفعت الأمور إلى أنه تجعل من الفلسطيني ينتشق السلاح، وعندما ينتشق السلاح يرتفع السقف جدا، ترتفع سقف المطالبات، يرتفع سقف الرؤية والفضاء وطريقة التعامل، بالإضافة للعمليات الفردية، وهي عمليات يعني سهلة، قليلة التكلفة، وكثيرة الإنتاج، لا يمكن تتبعها.
وايضا العمليات الفرديه ترفع السقف جدا جدا، على فكره ترفع السقف جدا وتغير الواقع جدا جدا. النقطه الثالثه انه ما كان تم الاتفاق عليه من كل الخدع والطرق الالتفافيه والمبادرات الهوائيه الى اخره كله بسقط، كله بسقط تماما. وبالتالي الفلسطينيين عمليا بيغيروا اساليبهم واطوالهم. المشهد الفلسطيني استاذ احمد رفيق عوض المنقسم، هل هو مهيأ لهذه الاستحقاقات التي تتحدث عنها؟ السؤال جدا مهم على فكرة. الانقسام، شوف أنا برأيي المتواضع إنه الميدان يفرز أولا لغته قياداته ومنطقه نعم 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 أقول لك ويفرض الواقع اللي بيخلقه على المنقسمين. وإذا المنقسمين ما لحكوش حالهم، ما لحكوش هاي الموجة، ما فهموهاش تروح عليهم. وبالتالي أنا برأيي أنه الانقسام وإن كان يفت العضد ويكسر الظهر إذا بدك، ولكن أنا برأيي أنه ما يجري الآن سيجعل من الانقسام وراء ظهرنا. وبالتالي يعني شوف، ما لا يحل العقل يحل الزمن. تمام. جد ما لا يحل العقل يحل الزمن، وما يحصل الآن فعليا في تذويب للانقسام. في جنين ظاهرة عجيبة غريبة، فيش انقسام مثلا، في نابلس فيش انقسام، وهكذا. إذن في التالي عمليا ما يجري هو تذويب للانقسام بالواقع بدون، على فكره بدون فذلكه وبدون اجتماعات وبدون ورق وبدون اتفاقيه هون واتفاقيه هناك وبدون رعاه ولا تمويل ولا تغطيه، لا 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 اطلاقا. هذا شوف، في فلسطيني بتخلق جديد من جديد يعني، وهي عمليه الانصهار او الصهر من اجل التحرير. التحرير بيصهر زي الحديد، الخبث بيروح لجهه والحديد الصافي بيروح لجهه ثانيه. تمام. أستاذ أحمد رفيق عوض، دخول فصائل غزة على خط التهديد، سمعنا تصريحات أسامة حمدان للعربي أن فصائل حماس وربما غيرها لن تظل ساكتة طبعا إذا واصلت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية، هل ترى أن هذا قد يكون رادعا لإسرائيل أم على العكس قد يدفعها إلى التوجه نحو غزة؟ هذا واقع جديد أيضا، هذا واقع جديد بيدل على إنه الفلسطيني فلسطيني، وإن كان إذا بدك محاصر في إسرائيل بتقول لك أنا بعمل على السلام مع الأطراف الأخرى دون المرور بالبوابة الفلسطينية. الفلسطيني قاعد بتغير واقعه. برأيي المتواضع، وهذا أقوله على المنبر الكريم وقلته على منابر أخرى، الفلسطيني الآن في وضع مش سيء، في وضع جيد أعتقد. في صار أصبح له، صار كلمته لها مسموعة، صار عنده قدرة أنه يأثر ويغير وأنه يخشى غضبه. وبالتالي الفلسطيني مش في وضع سيء. المقاومة في غزة أصبحت تدخل على الخط بعد سيف القدس، بعد شهر 5/2021 السنة الماضية، في واقع جديد أيضا. على إسرائيل أن تقرأ جيدا، إسرائيل داش تقرأ أيضا زي ما بدها، ستصبح أيضا وراء ظهرنا. ولا أنا برأيي أنه المقاومة بحمولتها بكل ما فيها، ولأنه عندها أيضا مشاكل، لكن هذا دخول أيضا دخول على الخط وأصبح في معادلة جديدة. وأعتقد أن الفلسطيني بذلك يصبح أكثر قوة، أكثر قدرة، وأكثر ثقة بنفسه أيضا. شكرا جزيلا أحمد رفيق عواد، رئيس مركز القدس للدراسات. مشاهدينا، الموضوع الفلسطيني حظي طبعا باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. نتحول إلى ما يعوض. شكرا لك وائل، وأهلا بكم مشاهدينا. إذن ردود فعل واسعة على منصات التواصل بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خاصة أن الاقتحام أخفق في الوصول إلى هدفه باعتقال والد منفذ عملية تل أبيب. لكن الاشتباكات التي وقعت في المخيم أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين، أحداث وقعت بعد ارتفاع حصيلة قتلى عملية تل أبيب إلى 3. يرى الناشط محمد المدهون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين بمئات الجنود لاستعادة قوة الردع بعد عملية تل أبيب والاعتقال والد منفذ العملية، فواجه مقاومة شرسة أجبرته على الانسحاب بعد ساعتين من الاقتحام دون أن يردع أو أن يعتقل والد الشهيد. ويعلق منير الجاغوب وهو مسؤول في فتح أن عدوان قوات الاحتلال على جنين ومخيمها واقتحامها بهذا العدد من الجنود مدججين بكافة
كافة أنواع الأسلحة الحديثة لن يزيد الفلسطينيين إلا صمودا وثباتا على الأرض، أما هدم المنازل وأطلاق الرصاص على المدنيين العزل فهو لإعادة هيبته على حساب الفلسطينيين. أيضا نضال الوحيدي وهو صحافي من قطاع غزة يشير إلى أن الاحتلال لم يعتد على ما حدث في جنين من رفض والد منفذ عملية تل أبيب الذهاب إلى مركز التحقيق بنفسه، وكذلك ما حصل اليوم من رفضه تسليم نفسه لجيش الاحتلال الذي توغل في جنين وانسحب دون اعتقاله وسط وابل من الرصاص تجاهه. وهذا المخيم مشاهدين الذي لا تزيد مساحته عن كيلومتر مربع أصبح أسطورة الصمود، رغم أن العبرة ليست بالمساحات وإنما بساكنيه، كما تقول الناشطة منال لدلامي في هذه التغريدة. أما الصحفي لؤي حمدان فيشير إلى مفارقة تاريخية تتعلق بمخيم جنين، وهي أنه قبل 20 عاما كانت أرتال الدبابات والجرافات تسوي مخيم جنين بالأرض وتدفن العشرات تحت الأنقاض انتقاما من المخيم، أما اليوم فقد بات المخيم الذي يؤرق الاحتلال وجيشه. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، عودة من جديد إليك وائل.